قمة العالمين الثلاثية تثني على دور مصر في توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتتمسك بمبادرة السلام العربية لحل القضية. رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يؤكد وقوف الجيش إلى جانب خيارات الشعب وحقه المشروع في دولة القانون. والسلطات العسكرية في النيجر تعتزم محاكمة رئيس بازوم بتهمة تقويض أمن البلاد، والاتحاد الإفريقي يبحث تطورات الأوضاع. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. مصر على عهدها تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وتعمل مصر من خلال القمم المتتالية لقيادات مصر والأردن وفلسطين على تجسيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر سعيا لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني. استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ثلاثية ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في العلمين الجديدة، ذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها. وقبل القمة عقد الرئيس السيسي والعاهل الأردني جلسة مباحثات أعرب خلالها عن ارتياحهما لمستوى العلاقات المتميز بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العلمين الدولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن الذي يقوم بزيارة لمصر تتضمن المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات أعربا خلالها عن ارتياحهما لمستوى العلاقات المتميز بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، معربين عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري. كما شهدت مدينة العلمين الجديدة انعقاد قمة ثلاثية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها. وقد صدر عن القمة الثلاثية بيان مشترك تضمن تأكيد القادة للأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن جدول زمني واضح واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. We'll be right back.
وللمزيد مشاهدينا حول القمة الثلاثية انضم إلينا عبر الهاتف دكتور حامد فارس الخبير في الشؤون العربية. دكتور حامد بعد التحية، يعني لا يمكننا أن نقرأ هذه القمة الثلاثية بمعزل عن الاجتماع ما بين الفصائل الفلسطينية في العالمين الجديدة زهاء أسبوع مصر الرقم الأهم في القضية الفلسطينية. تعليقك. أهلا بك فندم وأهلا بالسادة مشاهدي القناة الأولى. طبعا يعني في ظني وتقديري أنه لا يمكن فصل اجتماع الفصائل الفلسطينية منذ أيام قليلة بهذه القمة التي تعكس الحرص الشديد من الدولة المصرية في سبيل تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وإقامة دولتهم العادلة وفقا لمبادرة السلام العربية اللي تم إقرارها في بيروت في العام 2002. هذه القمة ومخرجاتها وبيانها الختامي بتؤكد على أنه لا طريق لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط إلا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وأيضا قرارات الأمم المتحدة. أيضا أكدت على أنه لابد من وقف الإجراءات أحادية الجانب الممثلة في 11 بند، ومن أهم هذه الانتهاكات هو ضرورة التوقف عن هدم المنازل، ضرورة التوقف عن التغيير الزماني والمكاني للقدس الشريف، عدم تهويد القدس الشريف واتخاذ الكثير من الإجراءات كهدم المنازل وغيرها من الإجراءات، وضرورة أيضا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ولكن وفق جدول زمني محدد. وهذه نقطة مهمة جدا تعكس أن هناك رغبة وإرادة سياسية مشتركة مصرية أردنية فلسطينية لإذابة الجليد ومحاولة عودة المفاوضات المتوقفة منذ العام 2014. نعم دكتور حامد، يعني القمة كانت شددت على ضرورة التنسيق، ودعني أقرأ يعني نص ما تم الاتفاق عليه، وضرورة التنسيق المتواصل من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. السؤال هنا، أي أوراق لعب لدى القمة أو الزعماء الدول الثلاثة مصر والأردن وفلسطين تستطيع أن تقوم بالضغط على المجتمع الدولي لتفعيل إرادة الشعب الفلسطيني وحقه المشروع؟ يعني في ظني وتقديري أن القضية الفلسطينية مرت بمنعطفات خطيرة، خاصة مع الرئيس السابق دونالد ترامب واللي اتخذ قرار باعتبار أن القدس عاصمة إسرائيل. صحيح. وأيضا قام بنقل السفارة، وهي خطوات من شأنها أن جعلت القضية الفلسطينية تترنح بشكل كبير. وأيضا جزئية أخرى وهي التطورات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية. ولكن الرئيس السيسي والقيادة السياسية المصرية ومعها القيادة الأردنية يتحركان وفق البحث عن آليات جديدة لعودة القضية الفلسطينية إلى سدة المشهد العالمي من جديد. الآن نرى أن هناك رؤية بتوحيد الداخل الفلسطيني، لأن هذه النقطة تحديدا كان بيتضارع بها الجانب الإسرائيلي لكي لا تعود المفاوضات مرة أخرى المتوقفة. وبالتالي إنهاء الانقسام هو أصبح مطلب فلسطيني رئيسي، وهناك نظرة كبيرة وثقة كبيرة من الشعب الفلسطيني في الدولة المصرية في الضغط على الفصائل الفلسطينية لإنهاء هذا الانقسام وتوحيد الموقف الداخلي الفلسطيني، على اعتبار أن هذا الانقسام هو منذ العام 2007. وأيضا المواقف العربية لابد أن تتوافق مع هذه النقطة تحديدا، باعتبار أننا الآن في أفضل الفترات العربية وزخم عربي حقيقي. يعني شفنا في عاصمة الدبلوماسية العربية العالمين الجديدة لقاءات مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، وأيضا فخامة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين وغيرهم من القيادات الكبيرة التي أتت إلى مصر لتنسيق الجهود العربية. كل ذلك يستتبع رؤية دولية من كيفية أن يكون هناك عرض للملف الفلسطيني بعد تسوية هذه النقاط المهمة. والضغط ليس فقط على الإدارة الأمريكية، ولكن هناك أقطاب أصبحت أقطاب مؤثرة في المشهد الدولي كروسيا والصين والاتحاد الأوروبي. نعم، يعني أعتقد أن المشهد خطة التوازنات الدولية تغيرت يعني على إثر الحرب الروسية الأوكرانية. إذن هو إصلاح ترميم للمنزل الفلسطيني من الداخل انطلاقا إلى توحيد الرؤية العربية تجاه المشهد الفلسطيني،
وأيضا طبعا يعني الضغط على المجتمع الدولي. دكتور حامد فارس الخبير في الشؤون العربية، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف. تضع مصر القضية الفلسطينية نصب أعينها، وعلى مدار عقود عديدة كانت هي المدافعة دوما عن حق الشعب الفلسطيني وصوت فلسطين في المحافل الدولية. وترتبط مصر بالقضية الفلسطينية ارتباطا دائما وثابتا تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع الشعب الفلسطيني. ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين. فلم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية، ولم يكن أبدا ورقة لمساومات إقليمية أو دولية. لذلك لم يتأثر ارتباط مصر العضوي بقضية فلسطين منذ عام 1948. مصر اتخذت تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية منذ نشأتها، وتمثل ذلك في مواقف رؤسائها والمسؤولين بها في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وإيجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومعترف بها من الأمم المتحدة. ويأتي هذا الحرص عن اقتناع تام بأن تحقيق هذه الخطوة هامة جدا لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم بالمنطقة، ولتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني. بذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بقطاع غزة، فضلا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني. وبهدف تحقيق الوفاق بين الفصائل المختلفة، ترعى مصر الحوار الفلسطيني الفلسطيني، وتتم استضافته في القاهرة في جولات متكررة منذ عام 2002، أكدت خلالها مصر ضرورة وضع برنامج سياسي موحد بين كل الفصائل، ركيزته الأساسية تخويل السلطة الفلسطينية وإجراء مفاوضات مع إسرائيل في القضايا المصيرية، وعدم قيام أي فصيل من الفصائل أو السلطة الفلسطينية بالخروج عن البرنامج السياسي الموحد أو الانفراد باتخاذ القرار. كانت وستظل مصر المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية، ومصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعودة كافة الحقوق للشعب الفلسطيني. إذن هي علاقات ثلاثية متميزة وخاصة تجمع ما بين مصر والأردن وفلسطين، ذلك امتدادا للعلاقات التاريخية الوثيقة ما بين الدول الثلاث. وتأكيدا على تميز تلك العلاقات، تقف مصر والأردن بشكل دائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لدعمه ومساندة حصوله على حقوقه المشروعة. توافق في الرؤى والأهداف يميز العلاقات المصرية الأردنية، كما يرتبط البلدان بروابط اقتصادية وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي، حيث تضرب العلاقات بينهما بجذورها في التاريخ منذ القدم. ومنذ استقلال الأردن عام 1946 بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأصبحت الدولتان عضوين مؤثرين في جامعة الدول العربية والمنصات الدولية الأخرى، ومن بينها حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي. التعاون بين مصر والأردن يتخذ أشكالا متنوعة ما بين الجوانب السياسية والاقتصادية، وتكتسب العلاقات السياسية بين القاهرة وعمان أهمية خاصة نظرا للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة. وبينما تتبوأ القضية الفلسطينية صدارة الاهتمامات العربية منذ عام 1948، تبلورت علاقة ذات طبيعة خاصة بين كل من مصر والأردن وفلسطين. فمصر كانت وما زالت ثابتة على مواقفها المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في أرضه من خلال مساندة فلسطين مع الأردن من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل لتسوية عادلة وشاملة بما يسهم في الحد من الاضطراب الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.
وبتنسيق حثيث ومتواصل مع فلسطين والأردن، تلعب مصر دورا حيويا وبناء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وملفات المصالحة، فضلا عن موثوقية القاهرة وباعتراف العالم في التوسط حال اندلاع أي اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وعلى الجانب الآخر، تمارس المملكة الأردنية الهاشمية مسؤوليتها تجاه المقدسات في مدينة القدس انطلاقا من الوصايا الهاشمية التاريخية عليها، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأبرزها القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. ودع الرئيس السيسي كلا من العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني بعد مشاركتهما في القمة الثلاثية التي استضافتها مدينة العلمين الجديدة، وذلك لبحث القضية الفلسطينية. وكان الرئيس قد عقد قمة ثنائية قبيل القمة الثلاثية مع العاهل الأردني، حيث أعرب خلالها عن ارتياحهما لمستوى العلاقات المتميز بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العلمين الدولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، الذي يقوم بزيارة لمصر تتضمن المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات أعربا خلالها عن ارتياحهما لمستوى العلاقات المتميز بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، معربين عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري. كما شهدت مدينة العلمين الجديدة انعقاد قمة ثلاثية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها. وقد صدر عن القمة الثلاثية بيان مشترك تضمن تأكيد القادة للأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة. وعقب نهاية المباحثات حرص السيد الرئيس على توديع العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس من مطار العلمين الدولي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصه على التواصل المستمر مع مسؤولي الهيئات الإعلامية بهدف العمل على تذليل أي عقبات وحل التحديات المختلفة والمساعدة في إجراءات الإصلاح الحالية وخطوات الاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية بما يسهم في تحسين الموقف المالي لها. وجاء ذلك خلال اللقاء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشربجي لاستعراض عدد من أنشطة الهيئة. وأشار مدبولي خلال اللقاء إلى أهمية المؤسسات الصحفية القومية كأحد أهم أذرع الإعلام المصري الذي يعد أحد أدوات القوى الناعمة للدولة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية إسترن كومباني. الاجتماع استعرض موقف نشاط عمل الشركة وأيضا حجم الانتاج المتاح من مختلف المنتجات ما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير
لزيادة حجم الإنتاج وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق. تناول الاجتماع أيضا ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة على رأسها السجائر. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بكلية الطب 91.34% وطب الأسنان 90.97% والعلاج الطبيعي 90.12% والصيدلة 89.51% والهندسة 85% والتخطيط العمراني 83.41% والاقتصاد والعلوم السياسية 86.46% والألسن 84.51% والإعلام 83.65% والأثار 80.73%. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية بالنسبة للشعب العلمية علوم ورياضة 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98% والشعب الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.5% على أن تبدأ أعمال هذه المرحلة اعتبارا من غد الثلاثاء حتى السبت القادم. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أكد أن القوات المسلحة السودانية ستظل كعهدها تقف مع خيارات الشعب السوداني وحقه المشروع في دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات. جاء ذلك خلال كلمة البرهان لمناسبة العيد 69 للقوات المسلحة السودانية، حيث شدد على استمرار الجيش في أداء واجبه الوطني المقدس في حماية الأرض ومواصلة مسيرة التحديث والتطوير. نؤكد لكم ولجميع العالم أن القوات المسلحة ستظل كعهدها على مدى تاريخها الذي يقترب من 100 عام، بأننا سنظل قوات محترفة تقف مع خيارات الشعب وحقه المشروع في دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات، دولة الحرية والسلام والعدالة التي يحلم بها شباب بلادي، بعد توافق نتفادى فيه كل تجاوزات وأخطاء ما قبل 15 أبريل 2023 حتى نصل إلى صيغة سياسية محكمة وعادلة ومقبولة لدى شعبنا، لتصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات التي يختار فيها من يحكمه بجدارة واستحقاق. حينها ستجدون القوات المسلحة إلى جانبكم، ثم تمضي في أداء واجبها الوطني المقدس في حماية الأرض، مواصلة لمسيرة التحديث والتطوير، جيشا واحدا موحدا خالي من أي تشوهات تهدد الأمن الوطني السوداني مستقبلا. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم لاندر كينج سيزور الخليج اليوم لدفع الجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن المبعوث تيم لاندر كينج سيلتقي بشركاء يمنيين وسعوديين وإماراتيين وعمانيين ودوليين لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين هدنة دائمة وإطلاق عملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة، مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين. أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني أكد أن بلاده ليست بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية. وخلال استقباله عددا من قادة القوات المسلحة أكد السوداني أن العراق يجري حوارات متقدمة من أجل تحديد شكل العلاقة والتعاون المستقبلي مع التحالف الدولي. وجدد السوداني التأكيد على التزام القوات المسلحة العراقية بمسارها المهني والدستوري والقانوني ضمن مسيرة التنمية وترسيخ الأمن والسلم الأهلي وحماية الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب العراقي.
أعلنت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر عزمها محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة تقويض أمن البلاد. كما انتقدت المجموعة عقوبات دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس، ووصفتها بأنها غير قانونية وغير إنسانية ومهينة. قال رئيس وزراء النيجر الجديد علي زين، قال إن بلاده قادرة على تجاوز العقوبات التي فرضتها عليه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس، معتبرا أنها تطرح تحديا غير منصف على البلاد. وخلال تصريحات صحفية أعرب زين عن تفاؤله بعد زيارة وفد من رجال الدين النيجيريين إلى نيامي، وذلك في نهاية الأسبوع، وإجراء محادثات مع إكواس، مشددا على أهمية روابط النيجر مع نيجيريا ومع المنظمة الأفريقية. يعقد اليوم الاتحاد الأفريقي اجتماعا لبحث تطورات الوضع في النيجر والجهود الرامية للتعامل معها بعد استيلاء مجموعة عسكرية على السلطة والإطاحة بالرئيس محمد بازوم. ويجرى الاجتماع في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث سيكون من بين المشاركين في الاجتماع رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي وممثلون عن النيجر وجماعة دول غرب أفريقيا إكواس. نشرة السادسة الإخبارية مشاهدينا لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. روسيا تؤكد أن أسلحتها أثبتت جدارتها في أوكرانيا، وكييف تعلن استعداداتها أو استعادتها أراضي قرب بخموت في شرق البلاد. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، قال إن الأسلحة الروسية تثبت جدارتها في أوكرانيا. ولفت شويغو إلى أن المعدات العسكرية الغربية في أرض المعركة بعيدة تماما عن أن تكون خالية من العيوب. ويأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرات مسيرة فوق أراضي منطقة بلجرود، مشيرة إلى أن قواتها ضربت مواقع لإنتاج والتخزين المسيرات المائية التي يستخدمها الجيش الأوكراني لشن هجمات إرهابية بحسب تعبيرها. زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الأوكرانية قرب خط المواجهة الشرقي في دونيتسك. يأتي ذلك بعدما أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، أعلنت أن الجيش استعاد 3 كيلومترات مربعة من الأراضي قرب بخموت في شرق أوكرانيا. أضافت هانا ماليار أنه جرى حتى الآن تحرير 1 كيلومتر مربع على الناحية أو 40 كيلومتر مربع على الناحية الجنوبية لهذه المدينة التي سيطرت عليها روسيا في مايو. فيما يخص الجبهة الشرقية، ذكرت نائبة الوزير أن الوضع في غاية الصعوبة في محيط بلدة أفدييفكا التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها. إلى ذلك، تمكن الجيش الأوكراني من إسقاط مجموعة صواريخ ومسيرات روسية استهدفت مدينة أوديسا جنوبي البلاد. وأكدت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية صد جميع الهجمات، مشيرة إلى أن الشظايا أحدثت أضرار وسط المدينة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. في حلقة جديدة ضمن سلسلة هجمات على المنطقة الجنوبية المطلة على البحر الأسود، أعلن الجيش الأوكراني إسقاط مجموعة صواريخ ومسيرات روسية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية جنوبي البلاد. قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في الجنوب قالت إن دفاعاتها الجوية دمرت جميع الطائرات المسيرة وعددها 15، بالإضافة إلى 8 صواريخ من نوع كاليبر أطلقتها روسيا على أوديسا. حاكم مدينة أوديسا أكد أن مجموعة الانفجارات أدت لإصابة ما لا يقل عن 3 أشخاص، كما ألحقت أضراراً بعدة أبنية.
وتعرضت أوديسا أكبر ميناء وقاعدة بحرية في أوكرانيا لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعد انسحاب روسيا في يوليو الماضي من اتفاق التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية. ومع إغلاق البحر الأسود فعليا بات ميناء إسماعيل وريني على الدانوب الآن طريق التصدير الرئيسي للمنتجات الزراعية الأوكرانية عبر رومانيا المجاورة، وإن كان ذلك لا يعني سلامة عمليات النقل، حيث أعلنت موسكو إطلاق طلقات تحذيرية على سفينة شحن كانت متوجهة إلى ميناء إسماعيل الأوكراني المطل على نهر دانوب لرفضها المثول للتفتيش. وتبقى أزمة تصدير الحبوب أحد أهم أوجه الصراع الروسي الأوكراني، وسط الصراع المحموم بين الجانبين لإلحاق الضرر بالآخر في هذا الشق الاقتصادي. وسيصل المجتمع الدولي نيران هذا الصراع من ارتفاع لأسعار الحبوب وشح في المعروض. أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل إلى أوكرانيا مساعدات أمنية جديدة بقيمة 200 مليون دولار. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بيان إن المساعدات تتضمن ذخائر للدفاع الجوي والمدفعية وعتاد مضاد للمدرعات وأجهزة إضافية لدعم جهود إزالة الألغام. وأضاف بلينكين أن روسيا بدأت هذه العملية العسكرية في أوكرانيا ويمكن أن تنهيها في أي وقت بسحب قواتها من أوكرانيا ووقف هجماتها، مشيرا إلى أن واشنطن وحلفائها وشركائها سيقفون متحدين مع أوكرانيا حتى وقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أعلنت شركة كونغسبرغ النرويجية أنها ستزود أوكرانيا بالنظام للتصدي للطائرات المسيرة بقيمة 71 مليون دولار. ومن جهتها قالت شركة تلبية ألمانية أنها تلقت لتزويد أوكرانيا بطائرات استطلاع مسيرة من طراز لونا هذا العام. نعم، وأعلنت أن نظام الاستطلاع قصير المدى المدعوم جوا سيكون جاهز للتسليم خلال 2023. ولفتت الشركة إلى أن الطلبية تأتي في إطار حزمة مساعدات عسكرية شاملة تعهدت بها الحكومة الألمانية في يوليو الماضي. وصفت أوكرانيا التصرفات الروسية في البحر الأسود بالاستفزازية، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مضادة حاسمة، ذلك بعد يوم من إعلان موسكو أن إحدى سفنها الحربية أطلقت طلقات تحذيرية على سفينة شحن. وتعتبر موسكو أي سفينة تبحر قرب المواني الأوكرانية على أنها سفن عسكرية محتملة، وذلك منذ انسحابها الشهر الماضي من اتفاق سمح بتصدير الأمن للحبوب الأوكرانية عبر مواني البحر الأسود. قفزت أسعار القمح في التداولات الآسيوية بعدما أطلقت البحرية الروسية طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود بعد تجاهل مشغلي السفينة طلب التفتيش. وارتفعت العقود المستقبلية للقمح بنسبة 1.2% تقريبا عند مستوى 6 دولارات و56 سنتا للبوشل، ذلك عقب انخفاضها بنسبة 1.5% الجمعة الماضية. البوشيل هو وحدة لقياس الحبوب يساوي أكثر من 27 كيلوغرام. توقع مصرف جولدمان ساكس أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي تيسير سياسته النقدية بنهاية يونيو
2024 عبر تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية. وأشار البنك إلى أن مسار التضخم الأساسي قد تباطأ بما يكفي لجعل رفع الفائدة غير ضروري، وذلك بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع التضخم الإجمالي في الولايات المتحدة بمعدل أبطأ من المتوقع عند 3.2%. اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس اعتبر أن الاستثمارات المقبلة في التكنولوجيا الخضراء من شأنها أن تساعد في إنعاش نمو اقتصاد بلاده. وأضاف شولتس أن الإنفاق على مصادر الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين كذلك الشبكات ذات الصلة سيكون له تأثير على الاقتصاد بأكمله. كان الاقتصاد الألماني قد تعرض لركود خلال الربع الثاني من العام الجاري بعد حالة الركود الشتوي متأثرا بارتفاع تكاليف الطاقة ونقص العمالة الماهرة وارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لتطوير الشراكة التكنولوجية والتعاون العسكري التقني مع البلدان الأخرى وكل من يدافع عن مصالح بلاده الوطنية. وفي رسالة مصورة بمناسبة افتتاح منتدى الجيش 2023 أكد بوتين أن سوق المنتجات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي آخذ في الازدياد في روسيا، مقترحا تطوير التعاون في مجال تدريب الكوادر والعسكريين وتنظيم المناورات. قال ديمتري شوغاييف رئيس الوكالة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري، قال إن روسيا ستسلم الهند دفعة من أنظمة الدفاع الجوية الصاروخي S-400 المضادة للطائرات، وذلك وفق الإطار الزمني المتفق عليه بحسب ما ذكرته وكالة أنترفاكس الروسية للأنباء. واشترت الهند وحدات نظام الدفاع الجوي S-400 تريومف في العام 2018 مقابل 5.4 مليار دولار، حيث تم تسليم 3 من الأنظمة مع انتظار تسليم 2 آخرين. أعلنت وزارة الدفاع الصينية إجراء تدريب عسكري مشترك مع تايلاند، وذلك اعتبارا من منتصف أغسطس وحتى أوائل سبتمبر في تايلاند. وأضافت الوزارة في بيان أن التدريب المشترك بين جيشي البلدين سيتركز على مكافحة الإرهاب، كما سيأتي في إطار الخطط السنوية بين الجيشين. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه سيجري تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي ابتداء من الأسبوع المقبل لتقوية الدفاع المشترك. وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أوضحت أن التدريبات ستجرى في الفترة من 21 حتى 31 من أغسطس لتعزيز قدرات استجابة التحالف بناء على سيناريوهات تعكس التهديدات المتنوعة داخل البيئة الأمنية وأيضا الدروس المستفادة من الحروب والصراعات الأخيرة. دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى تعزيز إنتاج الصواريخ بشكل كبير، وذلك خلال تفقده مصانع أسلحة كبرى. ووفق وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، فقد تخللت جولة كيم جونغ أون زيارات إلى مصانع إنتاج صواريخ تكتيكية وقذائف راجمات صاروخية وعربات قتالية مدرعة. والأسبوع الماضي ترأس كيم اجتماعا مع كبار القادة العسكريين ودعا إلى تعزيز الاستعداد للحرب بطريقة هجومية بما يشمل تعزيز إنتاج الأسلحة وتكثيف التدريبات. وإلى أذربيجان التي اتهمت الجارة أرمينيا بتعزيز قواتها على طول الحدود ما بين البلدين في القوقاز بهدف القيام باستفزاز عسكري على حد وصفها، الأمر الذي نفته بريفان. وأوضحت خارجية أذربيجان أنه في الأيام الأخيرة تم تسجيل نقل كثيف للأسلحة والمعدات
بهدف تنفيذ عمل عسكري جديد على طول الحدود. حذرت السلطات اليابانية من انزلاقات للتربة وفيضانات إثر اقتراب الإعصار لان من سواحل البلاد، ويتوقع أن يضرب الإعصار لان جزيرة هونشو الرئيسية غدا، وأن يؤدي إلى تساقط أمطار غزيرة في بعض المناطق بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية. وستشهد بعض البلدات اليوم رياحا تصل سرعتها إلى 162 كيلومتر في الساعة، تزداد إلى 180 كيلومتر في الساعة غدا لدى وصول الإعصار إلى هونشو، حيث تم إلغاء خدمة النقل العام. لقي 41 شخصا مصرعهم جراء انهيارات أرضية نجمت عن هطول أمطار غزيرة في منطقة جبال الهيمالايا الهندية مطلع الأسبوع. ولفتت السلطات الهندية إلى بقايا أكثر من 12 شخصا محاصرين أو في عداد المفقودين، مشيرة إلى دفن العديد من المنازل تحت الطين والركام، وإغلاق أيضا 752 طريقا. هذا وأعلنت السلطات إغلاق كافة المؤسسات التعليمية في ظل الأمطار الغزيرة حفاظا على أمن وسلامة الطلاب والعاملين. وصل أعضاء من الحرس الوطني والجيش الأمريكي عملية البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة بجزر هاواي جراء حرائق الغابات. وقام الجيش الأمريكي بنقل مئات الأشخاص وتوفير مواد الإغاثة للمتضررين في مناطق الحريق. مع تصاعد الغضب بسبب طريقة تعامل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحرائق التي أتت على إحدى مدن هاواي، واصل أعضاء من الحرس الوطني والجيش الأمريكي عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة بالجزيرة جراء حرائق الغابات. ومع زيادة عدد الوفيات في حصيلة هي الأعلى في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن وتشريد الآلاف، قام الجيش الأمريكي بنقل مئات الأشخاص وتوفير مواد الإغاثة للمتضررين بمناطق الحريق. واستحالت مدينة لاهاينا المقر السابق للعائلة الحاكمة زمن الملكية في هاواي، والتي يتجاوز عدد سكانها 12,000 نسمة، أنقاضا وتحولت فنادقها ومطاعمها النابضة بالحياة إلى رماد مع خسائر تقدر بنحو 5.5 مليار دولار. وفي محاولة لتهدئة غضب السكان، أطلقت سلطات هاواي تحقيقا بشأن طريقة التعامل مع الحرائق بعدما أكد السكان عدم تلقيهم تحذيرات وانقطاع التيار الكهربائي خلال الكارثة، ما حرم العديد من السكان كان من تلقي تنبيهات الطوارئ على هواتفهم المحمولة، كما لم تطلق صافرات الإنذار. حرائق هاواي تأتي في أعقاب ظواهر مناخية قاسية أخرى في أمريكا الشمالية هذا الصيف، حيث لا تزال حرائق الغابات مستعرة في أنحاء كندا، فضلا عن موجة حر شديد في جنوب غرب الولايات المتحدة. أطلقت وزارة الصحة والسكان تقريرا يتضمن التحليل الرقمي المفصل لحملة 100 مليون أو 100 يوم صحة، ذلك لمناسبة الوصول إلى اليوم 50 من الحملة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في 25 من يونيو الماضي. وفقا للتقرير، فإن اليوم الأعلى في معدلات الأداء بشكل عام كان اليوم 15، حيث بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 518,943 خدمة. وكشف التقرير أيضا عن أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة حققت أعلى معدلاتها في الزيارات الأولى والدورية في اليوم 17 بتحقيق أكثر من 15,000 زيارة أولى و 38,000 زيارة دورية. وقعت شركة إبدأ لتنمية المشروعات بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإطلاق نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية، والذي يستهدف تطوير عدد من مدارس التعليم الفني والتقني طبقا للمعايير الدولية في المجالات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
وفي هذا الصدد تم البدء في تطوير مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات بمدينة بدر وتحويلها إلى مدرسة إبدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بالإضافة إلى تطوير مدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية وتحويلها إلى مدرسة إبدأ الوطنية في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن. ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة البدء في تطوير التعليم الفني والتقني لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول لرؤية مصر 2030. بالتعاون ما بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، انطلقت فعاليات برنامج فاليو التدريبي الذي يهدف لتدريب الطلاب من مختلف الجامعات على المهارات الحياتية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية. البرنامج يشمل تقديم ورش عمل وعروض ومسابقات بمشاركة الطلاب، إلى جانب مناقشة وتجميع أفكار ومقترحات الطلاب حول المبادرات، على أن تقوم مبادرة حياة كريمة باختيار أفضل المبادرات التي تم العمل عليها خلال البرنامج التدريبي لتطبقها بشكل فعلي داخل قرى المبادرة بإشراف من الطلاب الذين تم تدريبهم. ترشيحي من قبل مؤسسة حياة كريمة ادتني الفرصة لأكون متدرب في برنامج فاليو في الأكاديمية الوطنية للتدريب، واستفدت مهارات كتيرة زي مهارات القيادة ومهارات العرض والتقديم. ترشحت من الجامعة أن أنا أحضر برنامج فاليو، هو برنامج في الأكاديمية الوطنية للتدريب مدته 5 أيام. استفدت حاجات كتيرة قوي، منها مهارات القيادة وازاي ان انا اتاهل لسوق العمل. ده شجعني ان انا انزل واتدرب هنا عشان اعرف معلومات كتير، وهيساعدني كتير قوي. التحقت بالبرنامج لانه بينمي مهارات الفرد وبيخليه يعرف يتعامل مع الافراد في سوق العمل وافراد بشكل عام. يعني التحقت بيه لانه كتنميه بشريه فبيوسع فكر الفرد، وان انا اتعامل ازاي في المشروع القومي أو مشروع العمل عامة. استفدت من هنا حاجات كتيرة قوي تأهلني لسوق العمل، دي أول حاجة، زي مثلا السوفت سكيلز ومهارات العرض والتقديم ومهارات القيادة. قدرت أكتر إن أنا أعرف أكتر حاجات كانت واقعة مني في مهارات العرض والتقديم ومهارات القيادة أكتر، ودي ساعدتني أكتر. التدريب هنا ساعدني أكتر. المفروض إن التدريب هنا 5 أيام، 3 أيام في الأكاديمية الوطنية للتدريب ويومين تدريب ميداني. المفروض ان احنا ننزل كره حياه كريمه نشوف النماذج واقعيه او نماذج على ارض الحقيقه. تواصل مؤسسة حياة كريمة في محافظة مطروح بذل جهودها من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين في السلوم. في إطار ذلك وصلت 20 رأسا من الأبقار للذبح والتوزيع على الأسر الأكثر احتياجا في كل من سيدي براني والسلوم. يأتي ذلك في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة التي تبذلها في محافظة مطروح في حضور عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية. كما تتواجد مؤسسة حياة كريمة في العديد من المبادرات، على رأسها مبادرة التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة. واصلت القافلة العلاجية التي أطلقتها مديرية الصحة بأسوان، واصلت أعمالها اليوم الثاني على التوالي بقرية الرقباء التابعة لمركز دراو ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ودمت القافلة 10 تخصصات مختلفة إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة العادية، حيث تم توقيع كشف طبي على 1115 شخص وتم صرف العلاج بالمجان. بنحاول نوصل لأهالينا في الصعيد وفي أقصى الأقاليم، نوصلهم القافلة الطبية، احتياجاتهم الطبية من أدوية، من مستلزمات، من تخصصات طبية مختلفة. معنا عيادة جراحة، معنا عيادة نساء، وعيادة الأطفال، عيادة الأنف والأذن، تخصصات كتير مختلفة. ولأن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. نعم، أخبار الاقتصاد.
الاقتصاد ينضم إلينا فيها الزميل محمد عبدالله. إليك محمد. شكرا رجائي وشكرا سحر، ومشاهدينا إلى أخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في العمل على ملف تعميق الصناعة المحلية وتوطين الصناعات الإنتاجية في إطار خطة الدولة لتوفير مستلزمات الإنتاج. وخلال الاجتماع استعرض وزير التجارة والصناعة الوضع القائم بالنسبة للمجمعات الصناعية، مشيرا إلى أنه على مدار الفترة الماضية تم إنشاء 17 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية، وأن الصعيد يستحوذ على 51% من عدد الوحدات الصناعية. كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة بوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير لمتابعة الجهود الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية. وخلال الاجتماع استعرض القصير الموقف التنفيذي لمشروع البتلو المخصص لصغار المربين، حيث أشار إلى أن وزارة الزراعة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتوسع في هذا المشروع مع توفير تمويل ميسر بفائدة 5% وتنفيذ حزمة حوافز لدعم صغار المربين. وأوضح القصير أن حجم إجمالي تمويل المشروع القومي للبتلو بلغ حتى الآن نحو 8 مليارات جنيه، مؤكدا في الوقت نفسه إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 241 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 41 منفذا في المجمعات الزراعية بقرى حياة كريمة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التوسع في الفترة المقبلة في الزراعة التعاقدية، خاصة في الزراعات المستهدفة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة موقف تطبيق الزراعات التعاقدية وتوافر السلع المختلفة، حيث لفت مدبولي إلى ضرورة الاهتمام بالتوسع في المنظومة مع تحفيز المزارعين خاصة للزراعات المستهدفة، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وتشديد الرقابة على الأسواق. وأشار بيان مجلس الوزراء إلى موقف الاحتياطية من بعض السلع الاستراتيجية ومنها القمح، مؤكدا أنه يتوافر حاليا مخزون يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.7 أشهر. استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمر الإعلان عن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، معاش بكرة بالدولار. وتهدف الوثيقة إلى تحفيز المصريين المقيمين بالخارج على زيادة التحولات الدولارية وتوفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار. هذا وتقدم الوثيقة مزايا ادخارية بالدولار في حالة الوفاة أو العجز الكلي من خلال برنامج مرن يسمح للعميل بتسديد الأقساط بدون الالتزام بمدة معينة. احنا دايما عندنا يعني قدرة على ان احنا نسعى الى كل ما له علاقة بمصلحة المصريين في الخارج، وهذه الوثيقة تخدم المصريين في الخارج فيما يتعلق بالتأمين على الحياة، فيما يتعلق ايضا بالمعاشات، فهي وثيقة دولارية، والوثيقة الدولارية الاولى اللي بتخدم المصريين. واجمل حاجة في هذه الوثيقة ان هي مش وثيقة مش شكل معتاد للوثائق التأمينية والوثائق الخاصة بالمعاشات، لأن هي ما بتتطلبش من المصري في الخارج إن هو يدفع أقساط منتظمة يعني بمجموعات مالية منتظمة. لأول مرة في السوق المصري هيئة الرقابة المالية بتسمح لشركات التأمين إنها يبقى عندها قناة تسويقية جديدة رقمية بالكامل، بيتم إصدار الوثيقة دي بشكل رقمي كامل، وبما إن ده النهاردة بقى متاح لينا، فكان طبعا من المهم ان احنا نستهدف كمان المصريين الموجودين بالخارج، لان هو في تواجده بالخارج طبعا مش هقدر ان انا اسوق ليه او ان انا يحصل على وثيقه تامين
إلا لو موجود جوه مصر أو في فرع من الفروع، لكن النهاردة استطعنا أن احنا نوفر ده بالنسبة له. بيقدر أنه من خلال موقع الشركة مصرلايف.com أو من خلال تطبيقات الموبايل لشركة مصر نعمة الحياة يقدر أنه هو يشتري هذه الوثيقة بشكل كامل بشكل رقمي. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد ومحافظ بورسعيد عادل غضبان عقدوا اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع ممثلي شركة إيني الإيطالية وعدد من مسؤولي وزارتي البترول والبيئة. ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من شركة إيني الإيطالية لدراسة إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطي ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوي البيوغاز والأسمدة العضوية. وأكد وزير البترول أن مقترح المشروع المقدم من شركة إيني يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتوجهات الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات والإدارة الآمنة للمخلفات. نهاية أخبار الاقتصاد من جديد. أعود إلى صحر ورجائي. شكرا لك محمد عبد الله. بأخبار الاقتصاد مشاهدينا نكون وقد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. قمة العالمين الثلاثية تثني على دور مصر في توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتتمسك بمبادرة السلام العربية لحل القضية. رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني يؤكد وقوف الجيش إلى جانب خيارات الشعب وحقه المشروع في دولة القانون. السلطات العسكرية في النيجر تعتزم محاكمة الرئيس بازوم بتهمة تقويض أمن البلاد والاتحاد الأفريقي يبحث تطورات الأوضاع. بهذه العناوين وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة. في تمام التاسعة جولة إخبارية مجددة للملتقى.